عايدة could be anyone. قد تكون عايدة جدة أي أحد، لكنها ليست جدة عادية. قصتها رائعة. السنوات 115 تبدو واضحة على معالم وجهها. عاصرت سقوط العثمانيين والحرب العالمية الأولى والثانية، وولدت قبل أن يطير الأخوان رايت أول طيارة ناجحة. اليوم عايدة موجودة في ميناء ليسبوس تنتظر دخولها إلى أثينا وهي متعبة. هذه العائلة ليست عائلتها، لكنهم اهتموا بها في رحلة طويلة ومتعرجة من سوريا إلى اليونان. أحمد رب العائلة حمل عايدة على ظهره لمئات الكيلومترات. تقول عايدة إنها تعرف أن الأمر كان متعبا جدا بالنسبة له، لكنها لا تستطيع المشي، وتضيف إن لم يفعلها هو فمن سيفعلها؟ عائلتها الحقيقية في ألمانيا، لكن عايدة رفضت المغادرة معهم قبل 5 سنوات. أحلامها برؤية أبنائها مرة أخرى عاطفية جدا. على الميناء تنتظر عايدة برفقة هذه العائلة القارب الذي سيصل في الساعة 8، لكنهم ينظرون بينما يركب الآخرين. تمر ساعات طويلة وأخبار رحلتها ليست جيدة. تقول الشرطة إن هناك مشكلة بأوراقهم، ليس بإمكانهم الذهاب، أو على الأقل لا يستطيعون الذهاب الليلة. يحملون جوازات سفرهم، لكنهم لن يذهبوا إلى أي مكان. بايعين بيوتنا، بايعين كل شيء. يشرح لي أحمد بغضب كيف باعوا كل ما يملكونه ليحصلوا على الأمان. ماذا سيفعل الآن؟ آخر أمنية لعايدة في حياتها هي رؤية عائلتها مرة أخرى كما تقول لنا، لكن عليها أن تنتظر يوما آخر. نعمل باغر، CNN، لندن.